أكدت دولة الكويت أن انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة عام 1996 يعكس التزامها العميق والمستمر بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد كركيزة أساسية للسياسة الوطنية. جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال استعراضه التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بمشاركة رفيعة المستوى. ناقشت دولة الكويت ممثلة بوفد رفيع ضم مختلف الوزارات وترأسه مندوب الكويت الدائم في جنيف السفير ناصر الهين تقريرها الدوري الرابع بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وذلك أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف. وزارة الإعلام الكويتية استعرضت خلال المناقشة تجربتها في الحد من ظاهرة انتشار ثقافة العنف ولا سيما في وسائل الإعلام. شاركت وزارة الإعلام من خلال إنتاجها في عرض البرامج التي كانت في تلفزيون دولة الكويت وإذاعة دولة الكويت للحد من ظاهرة العنف المجتمعي والتعذيب. وقدمت وزارة الإعلام برامج توعوية تثقيفية مجتمعية ساهمت إلى حد كبير للحد من تلك الظاهرة بمشاركة مختصين في هذا المجال المتعلق في حقوق الإنسان. للجميع الخبراء اليوم من خلال اتخاذ وزارة الإعلام لإجراءاتها اقتنعوا أن هناك عمل مؤسسي، وإحنا طبعا وفق الاستراتيجية اليوم في وزارة الإعلام نقوم بمخاطبة المجتمع المدني مباشرة. اليوم إحنا ما نتخذ أي قانون وأي قرار من قبل الوزارة مباشرة، ولكن احنا نقعد معاهم اليوم ونتناقش معاهم في كل الأمور، لأن اليوم احنا بالهدف أن نبحث عن محتوى آمن. هذا المحتوى الآمن لن يتحقق إلا من خلال لما يكون هناك تعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وزارة العدل شددت على أهمية التعديلات في القوانين والتشريعات. أدت الدولة التزامها بتعديل التشريع، وكذلك الدولة في إطار تطوير تشريعاتها والتعديل على قانون الجزاء وفق توصيات اللجنة. فالدولة اليوم أثناء مناقشتها لتقريرها على كافة التعاون والاستعداد مع اللجنة المعنية في التعذيب والأخذ بتوصياتها. رئيس الوفد الكويتي مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة في جنيف أكد على التعاون الدائم مع آليات الأمم المتحدة ومنظماتها. كان الاستعراض استعراض مثمر، وشادت اللجنة بالجهود الكويتية الحثيثة في تطبيق الاتفاقية وبنودها وما التزمت به الكويت من تجريم هذه الجريمة الشنعاء الخاصة بالتعذيب. نتطلع دائما إلى التعاون مع كافة الآليات الموجودة في الأمم المتحدة للاستفادة من هذه الخبرات المطولة في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتصلة بهذا الشأن. وتتألف لجنة مناهضة التعذيب من خبراء مستقلين يرصدون تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف بهدف القضاء على هذه الجريمة ومنعها. سعت دولة الكويت للعمل على ضمان تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد عن طريق نشر التوعية الحقوقية على نطاق واسع وتعزيز التشريعات المحلية المناهضة للعنف والتعذيب التي تشمل كافة فئات المجتمع ولا سيما الأكثر ضعفا. دينا أبي صعب، جنيف، قناة الأخبار.